هات وخد حلوه في اليمين ومعدي بشكل جيد جدا، لسه معدي يا خراب، جوه جول، جوه جول، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا اشرف يا مجدي. بأشيد بهذا اللاعب، بصوا عمل ضم للداخل بشكل مميز جدا. بقول لكم من بدايه الماتش هو اللي بيقوم بدور الجناح الايسر مش الباك الشمال اللي بيكمل اللي هو كمال ابو الفتوح. هو بصوا دخل لجوه ازاي، رايح متوقع الكوره، دخل لجوه عند نقطه البنالتي اهو، استلم الكوره وسددها صاروخ، كاد الحظ انه عنده في ان الكوره تطلع لبره. لكن بصوا بقى ادي الكوره اهيت خبطت في العارضه وتنزل جوه المرمى وتخش تاني تكمل طريقها جوه المرمى. ياما كور زي كده بتصطدم بالعارضه وتطلع، لكن مش حظ. برضو عايز اقول لكم لا يلعب الحظ دور في كره القدم. انا من المؤيدين لهذه النظريه، لان كره القدم لعبه فيزيقيه تتدخل فيها الفيزياء والميكانيكا في توجيه الكوره. ممكن اللاعب ده يسدد الكوره تخبط تطلع بره خالص، يبقى هو المهاره بتاعت اللاعب اللي وجهت الكوره. اشرف مجدي يسجل هدف التقدم في الدقيقه 36 من المباراه من كوره عرضيه جميله جدا.